السؤال الثاني تقول: ما حكم شراء الملابس أو التحف التي يكون فيها صور للحيوانات لكن وجوهها مطموسة؟ لا شك أن الصور محرمة ويشتد تحريمها إذا كانت تماثيل، فإن تحريمها أشد، لكن إن كانت مطموسة ومطموسة الوجوه كما ذكرت السائلة فلا حكم لها، لأن تصبح كالشجرة وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يكون على الوجه، فإذا كان مطموسا لا يظهر منه علامات الوجه فإنه لا بأس بتركها. نعم.